بازلاند مشروع سياحي واعد، لا سيما وأن القائمين عليه يراهنون على خدمات نوعية وذات جودة بأسعار تنافسية. كحلم كل جزائريين أن يعني الجزائري يسيب كل يعني كل لكوموديتي متوفرات الشروط اللي يسيبها في تونس ولا في المغرب ولا في أي يعني دولة من دول يعني تسياحية، كل الترفيهات وكل المرافق. يتربع مشروع دي بازلاند على مساحة شاسعة تتخللها العديد من المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة دي باز الساحلية. يضم المشروع فندقا ضخما وعشرات البنغالوهات والمطاعم ومدينة ألعاب مائية، إضافة إلى مساحات خضراء وأخرى رياضية وغيرها من المرافق التي يبحث عنها السائح عادة. مشروع كبير بزاف، يعني فيه تاع دلفينوريوم، فيه اكواريوم، فيه مارينا، فيه لي بنغالو، فيه لوتيل، يعني يمس كاع افراد المجتمع باسعار يعني ان شاء الله في مناسب كاع الناس كاع يجوا. يندرج مشروع دي بازلاند ضمن سلسله من المشاريع الطموحه التي يسعى مجمع عبوره من خلالها إلى النهوض بالقطاع السياحي في بلادنا وإعادة بوصلة السائح الجزائري نحو الداخل والعمل على الاستثمار في قطاع يمكنه أن يشكل مصدر دخل هام مستقبلا. السياحة في الجزائر أصبحت هي اللي راح تعوض البترول إن شاء الله باقي المحروقات، ولهذا أنا عندي ثقة في الدولة وعندي ثقة إن شاء الله في الجزائريين. دي بازلاند مشروع حلم لا يفصله عن الواقع إلا خطوات قليلة كي يفتح أبوابه لمئات الزائرين في غضون 30 شهراً على الأكثر.